ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في نهار اليوم حنقدم لكم وصفة كتير طيبة، اللي هي دولمة بالخرشف، خرشف باللحم. نحتاج في هذه الوصفة كما كم تشوفوا حميصة، بطاطا، البصل، اللحم، والملح، روز، وليزيبيس. راح نحتاج هنايا فقط شويه كركم وشويه وسمو السكنجبير. وهذا الخرشف قطعته كما راكم تشوفوا ونقيته مليح وغسلته، درت له شويه قارص، وراح نديره ان شاء الله يتغلى. وعندي هنايا كميه من اللحم المرحي اللي حنحشي بيه في البطاطا وفي الخرشف ان شاء الله. دوكا انا نفوت في اللحم هذا، نديرو يتحمس مليح مع الحميصة والبصل، ومن بعد باش نخدم الخرشف والبطاطا. كما راكم تشوفوا معايا، انا دوكا حطيت الخرشف فوق الفرن يتغلى، وحطيت هذا اللحم وحده يتقلى مليح في الطاجين، باش نضيف له كي يتقلى مليح يتحمر، باش نزيد له البصل. بعد ما تحمر اللحم نضيف له الحميصه كما راكم تشوفوا، نضيف له البصل بعد ما قطعته صغير، نضيفو هكا، نضيف الفلفل الكحل، الفلفل الكحل هذا، نضيف كركم، سكنجبير، هاو نحركو مليح نخلوه يتغلى. ريحة طيبة. قلبو. نضيفو له الملح ونزيدو نقلبو مليح. حتى يتحمس مليح باش نزيدو له الملح. انا هنا هكا درت الروز يتغلى، وشنو لازم يتغلى غير شوي برك، خاطر حيكمل الطياب تاعو داخل الخرشف مع الفيونداشي مع اللحم المرحي. يعني على بيها نخلوه غير شوي طيب، ما نخلوش بزاف يطيب. وهنا خليت اللحم والبصل والحميصه يتجمروا مليح يعني يتحمسوا مليح هاك. من بعد كي يتحمسوا مليح باش نزيد نمرقهم بالماء السخون. الخرشف هاو يغلي، ومن بعد دوك نقطرو مليح من الماء، ومن بعد نبدا نفرسي فيه بالفيونداشي ولا مع لي زيبيس وشويه معدنوس اللي حاب يدير معدنوس، ومن بعد نربطهم بالخيط باش ما يخرجش الفيونداشي. والبطاطا كيف تاني نحشيها بالفيونداشي ونديرها. دوكا هنا في لافارس راح نحتاج الفيونداشي، راح نحتاج للروز بعد ما قدرته مليح،
قلت لكم ما نخليش غير عطر مليح مليح، شويه معدنوس، الملح، شويه تاع فلفل الكحل، هنا شويه كركم، شويه سكنجبير، هنا والبطاطا راني نقيتها من بعد نفتحها يعني نتقبها من الداخل ونعمرها بلا فخس هكا. من بعد بسم الله نبداو نخلطو مليح المكونات، ندخلوهم في بعضهم كما كنتم تشوفوا. لافيون تاعي راه تجمر مليح مليح، نضيفوا له برك نمرقوه دوكا بالماء سخون، ديروا نمرقوا غير بالعقل، هذا هو السر تاع الطياب باش يجي بنين، لازم نمرق غير بالعقل كميات قليله، من بعد كي يشرب باش نزيد له كميه، الا سحق شويه ما نزيد له، راني نزيد له دوكا، نغطيه ونخليه ابتي فو هكا يطيب. هاي لك البطاطا بعد ما قطعتها، يعني قطعتها على زوج وحفرتها من الداخل، حفرتها مليح كيما راكم تشوفوا هكا باش نفخسيها، وانا قطعتها على زوج باسكو باش تجيني مليحه لداخل الطاجين، باسكو الطاجين ضيق شويه، واللي حاب يخليها حبه كومبلي معليش يقدر يخليها حبه كومبلي. ودوكا راني عمرتها بالفيون داشي هكا، ونكمل هادو الحبات كامل نعمرهم. وشنو هذا اللي نحيتو لذاك البطاطا؟ ما تقدروا ما ترموش يعني، ما يروحش هكاك خساره. دوكا انا نضيفو مع اللحم يطيب، دوكا يطيب باش هكا يخلي المرقه عقده شويه، بعد هذه البطاطا كامل تذوب وترجع المرقه عقده شويه. فوالا كيما راكم تشوفون اللي درتها لداخل، ونخليها من بعد تذوب، هذو اللي مغصوص صغار يذوبوا مع اللحم ما يبقاوش. نغطي الطنجره ونخليه يطيب. وهو الخرشف بعد ما غلى شويه قطرته مليح مليح، خليته قطر مليح مليح، ومن بعد نبدا دوكا نفخسي به بالفخس اللي فضلت لي، ونربطه بالخيط هكا، خيط يعني باش ما يخرجش الفيونداشي من داخل. شوفوا كيما راكم تشوفوا هكا عمرتو الخرشف هكا، من بعد نضيف له دوزيام مغصو هكا، هكذا ينغلق كيما راكم تشوفوا هكا، ومن بعد نحكمو بالخيط باش ما يخرجش الفيونداشي. دوكا انا نكمل كامل الخرشف ومن بعد نوريكم كيفاش. فوالا شوفوا معايا دوكا كيفاش فخسيت الخرشف وحكمته بالخيط باش ما يخرجش الفيونداشي. ودوكا اللحم راه طاب شويه، دوك نضيف له الخرشف والبطاطا. فوالا دوك كيما راكم تشوفوا راني ضفت البطاطا، ومن بعد نضيف الخرشف الفوق ونسكن مليح الطاجين تاعي هكذا، نستف مليح. هلا هكا ونخليه يكمل يطيب هكذا. وبوغ ديكور اللي يحب زعما الزيتون يعطي ذوق رائع، يديرو هكا من الفوق هكا كيما راكم تشوفو، من بعد نغطيه ونخليه يطيب. وهاو طاجين الخرشف بعد ما سقيتو هنا في الطبسي وشبحتو بالمعدنوس كيما راكم تشوفو، يعني واحد الريحة روعة، ريحة طيبة.
والمذاق اطيب. انا يعني ما اكتبش عليكم، هذا الطاجين نحبوه ونجربوه بزاف في وقت اخر. شوف كما راكم تشوفوا، نتمنى تجربوا هذه الوصفه وردوا لي بالخبر في تعليقات. نخليكم تبقوا على خير في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.